الذي تفضل به الأستاذ يؤكد لكم ما سمعتم من عدم مسابقة الإمام، لأن أوله إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن فأمن، وهذا كما تعلمون من الحديث الآخر إذا كبر فكبر. فهل تعلمون جاهلا وليس طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما، يكبر قبل تكبير الإمام؟ هذا يكبر في مستحيلا والحمد لله. لكن الناس، كل الناس، لا نستثني جاهلا ولا طالب علم بل ولا عالما، يقال إنه عالم لا يقع في مخالفة هذا الحديث. إذا أمن الإمام فأمن، ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصيا. لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بآمين فيبدأونهم، لا، ليتهم مشوا معه آمين، لا، هم يسبقون الإمام بآمين، كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام، هذا لا صلاة له. الشيخ ما يسبقونه قبل ما يتم الضالين كمان. أي نعم، هذا صحيح أيضا، خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا ويمد فيه ولا الضالين ست حركات ويقول سبقوا اللي بأمين. ما شاء الله يا اخوان، قدم الخير، قدم الخير، السلام عليكم. السلام. اين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ عبد العزيز اللي ذكرتوه جزاهم الله خير، هو في انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا، ثم قال وإذا أمن فأمنوا. ف ما يوجد هذا في نفس الحديث ولا شيخنا موجود؟ نعم موجود عند ولوفيا، تدلنا عليه إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الآن نعود إلى الأسئلة. نعم نعود إلى الأسئلة يا إخوان. تفضل يا سيد الفضول. هنا إذا حج الرجل، قبل ما نسأله، يقول